رجعنا لكم بعد الفاصل، وبما اننا الحلقه كلها النهارده عن الاطفال، فالنهارده برضو احنا هنتكلم مع الاطفال وهنعيش معاهم في العالم بتاعهم شويه. معانا النهارده موهبتين في الغنى والتمثيل، انجي ومي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. كويسين؟ الحمد لله. يلا بقى اتعرف عليكم كده. مي قولي لي انت في سنه كام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. وانجي؟ 5 سنين. قولي لنا يا انجي، ايه موهبتك؟ انا كنت بحب التمثيل جدا، وابتديت اللي هو انا اعمل فيديو ونجح معايا والناس كلها شجعتني، فابتديت ان اكمل الفيديوهات اللي هي الميوزيكلي او فيديوهات تمثيليه على السوشيال ميديا. انا بحب التمثيل وان شاء انت الله. متفوقه في التمثيل يا انجي، انا شفت لك الفيديوهات بتاعتك ملهاش حل. اصلا يعني انا ده بدات في فيديو فدخلت بقى في المشروع لقيتي ده ان انت عندك الموضوع، عندك الموهبه. اما عملتي الفيديو الناس عجبهم الفيديو، فابتديتي تكملي في الفيديو، تكملي في التمثيل. طب وانت يا مي بقى موهبتك ايه؟ التمثيل برضو والغنى الراب. غنى رابر، يعني بتحبي تغني راب. بتعرفي تحفظيه ازاي؟ موهبه يعني. عشان بحبه فتيجي معايا سهله جدا. المذاكره بتتحفظ كده برضو. طب يلا ممكن تسمعينا حاجه يا مي؟ بنزول الميه في الكوبايه، انا بدات افهم، فشفت النص الفاضي منها، فاستغربت، بضحك على الايام اللي عدت في الحزن والياس، ولا شايف نصها المليان، فلا باس عادي، مش مهم عدت مش هتكسر، عرفت ذات كتير عشانها لازم ابتسم، وشفت ازاي بكلمه واحده البسمه ممكن تترسم، زي كل سنه وانت طيب، مبروك نورتنا، ويا ريت نشوفك تاني وتبقى واحد مننا، واديني بفتكر واقول ازاي انا كنت بشتكي، واقول دول عمر عدى فات، ده احنا لسه بنبتدي، هفكركم واحده واحده، يا ريت تستحملوني، اوعدكم بابتسامه لو كملتوا تسمعوني. فاكرين اجاز اخر السنه كل سنه، وحلاوه النجاح لما تنجح انت وانا، وحلاوه النجاح لما تنجح انت وانا. برافو يا مي. طيب انجي بقى انا عايزه اشوف بتمثلي ازاي بقى. انجي هتمثلي لي مشهد ايه دلوقتي؟ نمثل انا وهي مشهد. طب يلا وروني بسرعه التليفون. لا وانت قاعده يا انجي. ايه يا حبيبتي مالك ما تنامي؟ المفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا ولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هما بابي وماما. لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. بس كده؟ ده نيلي وشريهان. نيلي وشريهان اللي دوشين الدنيا معانا على طول. كل البنات والاطفال بيتفرجوا على نيلي وشريهان. طيب قولي لنا يا انجي بقى، ايه عندك في البيت بيشجعوكي ان انت تكملي موهبتك وكده؟ اخواتي وبابا طبعا بوجه له التحيه، هو اللي كان بيشجعني هو وماما كتير، فانا ابتديت اني اخش في الموضوع عشان عجبني. طيب انجي طبعا انت ومي هتطلعوا معانا تاني في فقره تانيه، وتكونوا مجهزين حاجات اكبر من كده، لان للاسف وقت الحلقه خلص بسرعه وما لحقناش نتكلم معاكم كتير. بشكركم جدا متابعينا في برنامج الحياه مع حواء، وان شاء الله ميعادنا معاكم الاسبوع الجاي فقرات جديده ومتنوعه كالعاده.